نروح لمواجهه الاهلي وسيمبا، عوده الاهلي من جديد، وخصوصا انها في ظل الظروف طبعا، يعني ضيق الوقت ده يمكن عنصر مهم جدا. سيمبا اللي تعودنا دايما انه على ملعبه من الفرق اللي بتتعبك، صحيح المباراه المره دي هتقام ليلا، يعني المباراه دي نقطه مهمه قوي طبعا تفرق معانا بشكل كبير جدا، لكن تعودنا دايما انه سيمبا في السنوات الاخيره من الفرق المزعجه المزعجه للنادي الاهلي. شايفين الظروف ما قبل المباراه وتاثيرها على المواجهه المنتظره يوم الجمعه؟ ابدا ببلال. يعني يمكن يا احمد سيمبا التنزاني عمل يعني او خد قرار جريء وقرار يحسب لاداره النادي باستخدام عبد الحق بن شيخه، مدير فني متمرس واخد الكونفدراليه السنه اللي فاتت على طول، واخد الكونفدراليه، واخد اخر نسختين لكاس السوبر الافريقي بالمناسبه، يعني هو كسب النادي الاهلي مع اتحاد العاصمه كمان. وكسب السوبر الافريقي ايضا مع نهضه بركان 2023، فاز بالدوري الجزائري قبل كده وفاز بالدوري التونسي وعنده لقب كاس مغربي. النقطه الاهم ان اقناع بحق بن شيخه ان هو يتمرن في تنزانيا. بالظبط، نقطه مهمه جدا، ده عندهم ماركتير شاطر قوي. يعني هو واضح ان هم اجتمع مع الاداره ويعني اطلع على مشروع سيمبا. واحنا اتكلمنا يا احمد لو تفتكر لما استعرضنا في مباريات السوبر ليج واتكلمنا عن سيمبا التنزاني، لا هي واضح انهم عندهم مشروع، عايزين يبقوا على خطى مثلا سان داونز في قاره افريقيا، ان هو يطلع ناس كتير في خلال فعلا بالظبط. يعني احنا بنشوف ان هو نسخه مصغره من سان داونز، عايز يبقى على الطريق دوت، ان هو حتى في ماتشنا هناك في الدوري السوبر ده، في دوري السوبر تنزانيا بقت مختلفه كملاعب وكشو وكل حاجه، كجمهور كمان مختلفه تماما. شفنا كمان الدوله الوحيده اللي عندها فرقتين في دور الثمانيه، دوري بالظبط يانج افريكانز وسيمبا، والفرقتين كويسين يعني الاثنين عاملين نتائج كويسه جدا في دوري الابطال، واحد كان معانا في المجموعه، وده على فكره هيفيد النادي الاهلي، يعني وجود يانج افريكانز في المواجهتين اللي احنا السيزون ده واجهنا يانج افريكانز مرتين وواجهنا سيمبا مرتين. يعني يمكن اتعادلنا كمان بالمناسبه في المباراتين اللي في تنزانيا، اتعادلنا مع يانج 2-2 وتعادلنا مع 1-1 مع سيمبا 2-2 مع سيمبا 2-2 مع سيمبا، واحنا اللي كنا متقدمين وتعادلنا كمان مع يانج في تنزانيا يعني بس سيمبا تعادل معانا هنا على ارضنا يعني وتعادلنا وصعدنا على حساب سيمبا، ولكن سيمبا التنزاني تعبنا جدا. خلينا نقول ان هو بيجيد لعب الكره الحديثه، بيلعب كرة من تحت، بيقدر يعمل عملية الخروج بالكرة بطريقة مميزة، زي ما شفنا يانج أفريكانز هنا في مباراة القاهرة، قدر برضو يتعب النادي الأهلي، لأن الفرق اللي دايما بتلعب كرة وبتعمل البيلد أب من تحت دايما بتتعب الفرق اللي قدامها، بيبقى صحيح ممكن تضربها بسهولة، ولكن كمان علشان ما تستقبلش هدف قدام الفرق دي لازم تكون حذر جدا من او عندك في تفضل في تركيزك طوال ال 90 دقيقه. واحنا شفناهم في مباراتنا معاهم في السوبر ليج قدروا ان هم يخطفوا مننا التعادل بعد ما كنا متقدمين، كمان يانج افريكانز نفس الكلام. فمطلوب من النادي الاهلي ان هو يبقى عنده تركيز كبير جدا طوال المباراه، يقدر يخرج باحسن نتيجه، لو ما كانش الفوز يبقى ما يخسرش في مباراه الذهاب، ويقدر يحقق فوز مطمئن في مباراه الاياب ان شاء الله.